السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا عيدكم مزيان وبصحة وسلامة إن شاء الله، ودوزتوا تمارا والحمد لله دازت بخير وعلى خير. احنا اليوم من وراء العيد، دونك هاد الفيديو جي مو على العيد. السبت والحد صراحة ما جلسناش في الدار، من بعد هذيك تمارا وهذا حاولنا نخرجوا من الجو ديال الدار، مشينا للبحر اللي قريب لينا دونك، وحاولنا ناخذ حنا حاولنا نمشيو بكري باش ما نلقاوش الناس بزاف باش نرجعوا بكري، وحاولنا ناخذ كاع الاحتياطات اللازمه باش نحميو راسنا ونحميو غيرنا من المرض. الله يحفظنا ويحفظكم جميعا. وما قدرتش نصور بزاف، يلاه صورت الطريق وحاولت نصور شي فيديوهات اللي ما يكونوش فيهم الناس، هكا هاد الفيديو على البحر غير باش نبارطاجي معكم هاد اللحظه هادي. السلام عليكم البنات، اليوم غندير معكم واحد الوصفه سهله ديال المعكازات باش تصيبوا شير في الدار بالفارين زعما كومبليت، يعني كامل دقيق الكامل، وسهله وما فيها لا دلك لا والو. انا صراحه ملي اكتشفت هذه الوصفه وليت كنديرها ديما، وتقريبا من بدا الحجر الصحي وحنا كناكلوا غير الخبز ديال الدار ولا غير هذا الشير هذا، وحتى بالنسبه للناس اللي كيبغوا يحتفظوا به في المجمد ما كياخذوش كياخذش بلاصه بزاف، يعني تقدري تخليه في المجمد بالنسبه للموظفات. دونك نبداو على بركه الله. المكونات ساهلين جدا، دونك عندنا اول حاجه الخميره، عندنا واحد معلقه ونص ديال السنيده، وعندنا واحد نص كاس ما عمرش ديال الزيت الا كانت البلديه مزيان، الا العاديه بحال اللي انا عندي انا درتها عاديه. وغادي ندير واحد 3 ديال الزليف من لا فارين كومبليت ولا الفرينه الكامله، وبيان سو غادي نزيدو الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش دافي بزاف، واناء فاش غادي نخلطو هادشي كامل ونبداو على بركه الله. هنا غادي نبداو، غادي نزيدو الفرينه الكامله بالنخاله ديالها، غنزيدو 3 ديال الزيف اللي ممكن تعبروهم بالزبافه العاديه اللي كنشربو فيها الحليب، لاطاي زعما ديالها النورمال. من بعد ملي غادي نزيدو الفرينه اللي هي 3 ديال الزيف، غادي نزيدو شويه ديال الخميره، والخميره تقريبا غادي نديرو واحد معلقه صغيره ونص حتى لجوج معالق ديال الخميره، ولكن ما يكونوش عامرين حيت دابا الصيف وما كتحتاجش بزاف ديال الخميره، دغيا كتعطي المفعول ديالها. من بعد الخميره غادي نزيدو شويه ديال الملحه، وسمحوا لي نسيت ما درتهاش لكم في المقادير، الملحه حتى هي ضروري، وحتى هي على حسب كل واحد اللي كيبغي الخبز مالح، وكاين اللي كيبغيه شويه مسوس، كاين اللي كيبغيه مسوس كاع، كل واحد غيدير القياس ديال الملوحيه اللي كيبغي هو. من بعد غادي نزيدو المعلقه ونص ديال السنيده ديالنا، المعلقه السنيده مهمه حيت هي اللي كتعطينا شويه ديال الحموريه للشير ديالنا ولا حتى الخبز الا زدتو ليه السنيده مزيان. من بعد غادي نحاولوا نخلطوا هاد النواشف كاملين اللي هما الملحه والفرينه والسنيده والخميره، نحاولوا نخلطوهم مزيان قبل ما نزيدوا اي حاجه الماء والزيت. من بعد فاش غادي نخلطوهم غادي ندوزو نزيدو الزيت ديالنا اللي هو كما قلت لكم قياس نص كاس ما كملش، وغادي نحاولوا مع ذلك نزيدو نخلطو مازال شويه بيدينا. انا ما عرفتش واش الناس كاملين كيديروا هذه الطريقه، المهم انا كنوريكم الطريقه ديالي اللي كندير وكتنجح ليا بجميع المراحل يعني المفسره باش ما ننسى حتى حاجه. من بعد ملي غنخلطوا هذا الشيء كامل غنزيدوا اخر مرحله اللي هي الماء، دونك غنزيدوا داك الماء اللي هو ماشي سخون بزاف، ماشي طيب وماشي ماشي بارد، يعني يكون دافي. كنحاولوا نخلطوا الخليط ديالنا مزيان، الهدف ديالي في الاخر هو كله يتخلط مزيان، وفي الاخر يعطيني واحد القوام اللي هو يكون شويه جاري، خاصو يكون جاري ما يكونش قاصح. هذا هو السر ديال الشير، الا كان قاصح ما تيجيش زوين، كيجي قاصح وما تيجيش هشيش، اما الا خليتوه جاري شي شويه
فهو كيجيكم رائع. وما تخافوش من بعد انا غنوريكم كيفاش كنخدمو وكيفاش كندير الكويرات وكيفاش كنقرصو، يعني ما غاديش تخافوا من الخدمة ديالو. غير هو اللي غادي نضمن لكم هو اللي خليتوه جاري جاري، زعما ماشي قاصح جاري تاني ماشي مية، ولكن جاري راه غادي يجيكم زوين جاري بحال هاد بحال هاد القوام اللي دابا كنوريكم بصبعي باش تحاولوا تفهموا شنو كنقول لكم. يعني تشدوه بحال هكاك من صبعكم، واخا يبقى هكاك مفرشش ماشي مشكل، حاولوا غير في الاخر غير جمعوه. ومن بعد هاد المرحله هادي ضروري خصنا نخليوه يخمر، يعني الا لاحظتوا انا ما دلكته ما تعذبت ما والو، حدني خلطت المقادير كاملين وغادي نغطيهم بواحد السلوفان، الا ما كانش ممكن تغطيوه غير بشي زيت يكون نقي، وغادي تخليوه الوقت اللي غادي يخمر فيه هو على الاقل تخليوه واحد نص ساعه، من الاحسن تخليوه ساعه او ساعه ونص، ولكن غير نص ساعه راها كافيه مع هذا الصهد هذا، راها كافيه جدا يعني كافيه. من بعد فاش خليتها كتخمر كنجي كنحيد عليها سلوفان ولا كما قلت لكم غير شي زار ولا شي طرف ديال الثوب يكون نقي، غادي نحيد عليها الغطاء ديالها وغادي نحاول نحيدها من المول ونحاول نحيد من هذاك الغازات اللي كانوا داروا فيها مع الخميره. غنفرش واحد التفريشه ديال الطحين ضروريه حيت قلت لكم راه خلينا شويه العجينه خفيفه باش ما تلصقش لينا في الـ في الـ في لو بلون دو طراي. ومن بعد غادي نحاول على هذا الشكل نقسم الكويرات الجاولي ديال العجينه، وكل واحد والقياس ديالو. انا كنفضلهم يكونوا بحال هكا صغارين ما كياخذوش ليا بزاف ديال البلاصه في الكونجيلاتور، وحتى في الطياب كيجيوني ساهلين، وحتى الا بغيت غير شي حاجه صغيره باش نفطر كناخذ شي حاجه صغيره، كناخذ غير هادو صغارين. من بعد غادي نزيدو نديرو الطحين وغنحاولوا نديرو الكرات ديالنا ديال الشيال. الحاجه اللي غادي نوصيكم عليها هي يعني داك الطحين اللي كنفرتتي لاحظتوا كندردرو غير فوق الطاوله اللي غادي نصيب فيها، وبيديا كنحاول نجمع الجناب، وهذاك الطحين ما خصوش يدخل ليا وسط الكره ولا وسط الشياره ديالي، لان الا دخل غادي يعجنها ليا من الداخل. ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا، ولكن كنظن انه راه واضح في الفيديو. من بعد الا لاحظتوا اي فوا كندير هذيك الكويره ديالي كنحاول ندردر عليها من الفوق ومن التحت، لان راه خفيفه في يديا، لان عاود حطيتها في فوق الرخامه غادي تلصق ليا، دونك كنحاول ندير عليها الطحين ولا الفرينه الكامله ولا النخاله من الفوق ومن التحت باش ما تلصقش ليا. ملي كنكمل الكويرات ديالي كنقرصهم، ما كنتسنى عليهم حتى حاجه، يعني صافي دابا ساليت ما بقى نتسنى حتى حاجه، كنحاول نقرصهم كاملين. هي ممكن يعني تقرصي وديري في المقله، تقرصي وديري في المقله، غير هي انا كنفضل نقرص كل شيء نحطهم في واحد البلاطو حدايا ونبقى غير كنطيب فيهم فوق المقله ديالي. في هذا الأثناء هذا انا راني سخنت المقله، درت فيها شويه ديال الزيت. واحد النصيحه واحده اخرى حتى هي باش يطيب لكم دغيا الشياب، هو ديروا مقله خفيفه. هاد المقله اللي قدامكم راها خفيفه ما شريتهاش غاليه، كانت في مرجان شي بروموسيون كنظن ما فايتهاش واحد 60 ولا 70 درهم، هي كبيره في لاطاي ديالها وخفيفه. وفي الاول قلت يمكن ما طيبش ليا مزيان، ولكن هي اللي كتصدق مزيان في الطياب ديال هاد الشياب. ملي كنلوحوا الشياره ديالنا فوق النار كنتسناو عليها واحد شويه، غير فوا كيبداو يديروا لنا هذوك البويقات اللي كيبانوا لكم كنقلبوها باش تنفخ لينا وتجينا ما تجيناش مدقصه، تجينا خاويه من الداخل. كنحاول نقلبها غير بهذاك الاله اللي عندي. من بعد فاش كنقلبها كنصبر عليها غير طيب مزيان، وكنديرها في واحد الثوب اللي يكون نقي باش تصهد وتجي رطبه. وهذه هي النتيجه النهائيه، كيجيو هشاش وكيجيو رطبين، وكتقدري تحتفظي فيهم في الكونجيلاتور في المجمد. ومن بعد فاش كتجبديهم يا اما تجبديهم في الصباح باش تغدي بهم، ولا تجبديهم في الليل باش تفطري بهم، ولا كان عندك الميكرو اوند راه مزيان. وبالصحه والراحه وعشركم بروكه.